المزيد تنضم إلينا من العاصمة اللاكينية نيروبي موفدة أكسترا نيوز منا فاروق. برحب بك منا، صباح الخير. نعم، أهلا بك نسرين وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. نحن بالفعل الآن في مقر انعقاد قمة الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية، والآن بينما نحن هنا في العاصمة الكينية نيروبي ننتظر قدوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل بالفعل إلى مقر انعقاد القمة. القمة تبدأ بعد قليل، الرؤساء يتوافدون رئيسا تلو الآخر، وكما نرى الوفود من خلفي يعني تقوم بالنزول إلى هنا اتجاها إلى القاعة الرئيسية، حيث من المقرر بعد لحظات انطلاق هذه القمة. هذه القمة تأتي وسط تحديات وظروف يشهدها العالم، وقطعا تشهدها أيضا القارة الأفريقية. ربما الملف الاقتصادي هو الأبرز في هذا في هذه القمة، ولكن قطعا هناك الكثير من الملفات السياسية الهامة التي ستطرح على مائدة هذه القمة. أيضا من المعلومات التي لدينا أنه فخامة الرئيس المصري، وهذا عن المشاركة المصرية، الرئيس المصري لديه كلمتان في هذه القمة اليوم بعد قليل. الكلمة الأولى بصفة مصر رئيسا للوكالة الإنمائية النيباد، و الكلمة الثانية ستكون في جلسة البيئة والتغيرات المناخية باعتبار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. وبالتالي هذه الكلمة أيضا والكلمة الثانية من المهمة جدا، لأن هناك كما ذكرنا مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي سيتم طرحها وسيتم مناقشتها، منها العدالة المناخية وفكرة توزيع المشاركة. طبعا كل الدول الإفريقية تشترك في هذه المسؤولية المجتمعية بما يتعلق بالحفاظ على البيئة والتعامل والتكيف مع التغيرات المناخية. نحن نتحدث عن مشاركة اليوم في هذه القمة 13 دولة إفريقية، منها 5 دول نسرين هي تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية. إذن الوفود كما نرى من الصورة من خلفي يعني تتوافد الآن، الرؤساء وصلوا قبل قليل، وصل رئيس جيبوتي وأيضا عدد من الرؤساء موجودون بالفعل. هذه الصورة الآن مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من على شاشة أكسترا نيوز من داخل مقر الأمم المتحدة التي يعقد بها أو تعقد بها قمة الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي. هذه القمة أذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام يعني يعقد عليها أو تبنى عليها آمال كثيرة تتعلق بتحديات كثيرة للقارة الإفريقية التي تواجهها. الصورة الآن على الهواء مباشرة، الكل يتوافد بالفعل، الرؤساء ورؤساء الحكومات. قبل يومين كان الاجتماع على المستوى الوزاري والاجتماعات التحضيرية للجلسة العادية أو الدورة العادية 43، أما اليوم فهو يوم القمة، اليوم الذي تبدأ فعالياته بعد دقائق قليلة، ويعني يشهد الكثير من الجلسات. إذن مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة معكم الآن من العاصمة الكينية نيروبي. معك نسرين، تفضل. يعني ما الذي يدور في أروقة القمة؟ يعني كيف ترين؟ أسمعك نسرين بوضوح. نعم، تفضل. كيف لاحظتي أو رأيتي التمثيل بالتأكيد الإعلامي والصحفي، ما الذي يدور في أروقة هذه القمة؟ ما المنتظر منها؟ هل يتوقعون أن يخرجون بنتائج يعني تطرح بالفعل في هذه القمة وتخرج ويتم بالفعل يعني تفعيلها على أرض الواقع؟ ما المرجو منها؟ نعم نعم، أشكرك على هذا السؤال نسرين، لأنه الحقيقة أنه هذا الموضوع في غاية الأهمية. دعيني أذكر لك أنه بالحديث، لو كنت تسأليني عن الأروقة وما يدار بها والكواليس أيضا على مدار الثلاثة أيام الماضية، ما يدار هنا في الأروقة الحقيقة أنه استمعت لي عدد كبير جدا من الحاضرين من وفود مختلفة، من الصحافة الأجنبية والإفريقية، من زملاء صحفيين وإعلاميين ومذيعين بقنوات إفريقية مختلفة. ودعيني
دعيني أذكر لك نسرين وبلا أي مبالغة أن الكل يعول على الدور المصري في هذه القمة. لماذا أقول ذلك؟ مصر طبعا كانت رئيسا لتجمع أو القمة التجمع الكوميسا، مصر الآن رئيسا للنيباد، الرئيس المصري الآن رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. مصر وضعت يعني نصب عينها أو وضعت على عاتقها مسؤولية الخروج من قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ الماضي، هذه المسؤوليات الكبيرة. الآن ونحن على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام، وصل بالفعل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى هذه القمة. إذن وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس أهلا وسهلا يا فندم. وصول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة، قمة الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية. فخامة الرئيس توجه بالفعل إلى القاعة الآن، الكل كان في الانتظار، وتبدأ الآن الجلسة الافتتاحية. والمزيد من الرسائل سنوافيكم بها مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في متابعة مباشرة أولا بأول لفعاليات هذا اليوم الهام جدا، يوم القمة، قمة الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية، فابقوا معنا. شكرا جزيلا لك منا فاروق على بالتأكيد وجودك هناك، وبالتأكيد سوف نتابع معك لحظة بلحظة مستجدات هذا اليوم. شكرا لك.